بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين، ما بعد. فهذا المجلس الرابع كذا؟ نعم، في مذاكرة رياض الصالحين. نعم، أحسن الله إليكم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وعن أبي بكرة قال الإمام النووي رحمه الله في باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال البارزة والخفية، قال رحمه الله: عن أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار. قلت: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. متفق عليه. هذا حديث أبي بكرة نفيع ابن الحارث الثقفي مولاهم رضي الله عنه، ولقب بأبي بكرة لأنه تدلى من حصار حصن الطائف حيث كان مع المشركين، تدلى ببكرة فلحق بالنبي عليه الصلاة والسلام وبالمسلمين، فلقب رضي الله عنه بأبي بكرة، واسمه نفيع ابن الحارث من موالي ثقيف ومن فضلاء صغار الصحابة. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما، أي التقى المسلمان متقاتلين متحاربين، وعبر بالسيف لأنه أشهر أدوات السلاح في ذلك الوقت، فيشمل لو التقيا بسهامهما أو بالرماح أو بالأسلحة النارية أو بما مثله يقتل، مثله يقتل ولو كانت الأسلحة متفاوتة، فالقاتل والمقتول في النار. قالوا أي الصحابة رضي الله عنهم: هذا القاتل يا رسول الله يستاهل النار يعني، فما بال المقتول؟ قال: كان حريصا على قتل صاحبه، أي نيته وعزمه الذي دل عليه حاله وفعله أنه سيقتل صاحبه، ولهذا عامله الله جل وعلا بقصده ونيته، وإن لم يتحقق من هذه النية والقصد عمله، وهذا الشاهد منه للباب في أن المدار هو على النية، اللهم استعان. في آخر الزمان يشتد ويحتر القتل في المسلمين عند أدنى الدون، وجلها انتصارا لحظ النفس أو طلبا للعاعة من لعاع الدنيا، حتى قال صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان لا يدري فيه القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. راية عمية جاهلية، ومنها صور ما عند الخوارج يتلبس بحزام ناسف ثم يفسجر بالمسلمين في مساجد وفي أسواق، لما بنى ذلك على أنه كفرهم واعتقد ردتهم، فلا حول ولا قوة إلا بالله وإلى الله المشتكى. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في سوقه وبيته 24 درجة، وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة، لا ينهزه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث فيه. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم ينهزه هو بفتح الياء والهاء وبالزاي، أي يخرجه وينهضه. هذا حديث أبي هريرة حديث جليل، وهو من بشائر المؤمنين فيما يبشرون به في
في عملهم الصالح إذا كان مدار نيتهم فيه على القرب، يريدون بها وجه الله وثوابه والدار الآخرة. فهذا الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة أن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ في بيته وفي سوقه كم؟ 27 درجة. والجماعة المراد بها جماعة المسجد، وإلا السوق فيه جماعة، وربما في بيته أقام الجماعة مع أولاده وأهله، لكن صلاة الجماعة المنوه عنها ها هنا هي صلاتها في المسجد. وفي هذا خلاف ما ذهب إليه الحنابلة رحمهم الله في أن الجماعة تصح في أي مكان، لا يشترط أن تكون في المسجد. وفي هذا قول صاحب الزاد في باب صلاة الجماعة: تلزم الرجال لا شرطا، ولهم فعلها في بيته، لهم فعل الجماعة في بيته. وهذا خلاف ما جاء في الحديث وفي أحاديث وجوب شهود الجماعة وإجابة المنادي إذا نادى حي على الصلاة حي على الفلاح. وهنا قال صلى الله عليه وسلم: تفضل صلاته في بيته وفي سوقه. والأصل أن السوق الصلاة فيه فرادة ولا جماعة؟ الغالب جماعة، والجماعة أقلها اثنان، لكن ليس هذا فضلها. وذلك أنه إذا توضأ في بيته وخرج لا يريد، لا ينهزه أن يهيجه ويخرجه من بيته إلى المسجد إلا الصلاة، أداء هذا الركن وأداء هذه العبادة، كان له بكل خطوة يخطوها حسنة، وبكل خطوة يضعها تحط عنه به سيئة. فإذا فرغ من صلاته وانتظر، لا زالت الملائكة تصلي عليه وهو في مجلسه. هذا الفضل العظيم لمن كانت نيته أداء القرب وأداء الفرائض، وهذه نية عبادة، سواء استحضر هذا الثواب أو لم يستحضره فإنه لا يفوته عند الله، لأن التعامل مع كريم أكرم من سبحانه وتعالى، ولأن الله جل وعلا رتب هذا الثواب العظيم على هذا الفعل المقارن لهذه النية. ومعنى صلاة الملائكة على العبد دعاؤها الله جل وعلا أن يصلي عليه، أن يثني عليه ويذكره ذكر مدح وثناء وإشادة في الملأ الأعلى، كما قال جل وعلا: هو الذي يصلي عليكم وملائكته. فنسأل الله الكريم من فضله. نعم. أحسن الله إليكم شيخ. قال رحمه الله: وعن أبي العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله 1 سيئة. متفق عليه. هذا حديث عبد الله بن عباس، وكنيته أبو العباس بأبيه، وكانت العرب تكني الرجل بأبيه، عرفوا اسم ابنه أو لم يعرفوه، وجاءت الشريعة فأقرت هذا. وليس فيه ما يذهب إليه بعض الناس أن تكنية الإنسان بأبيه أنه تفاؤل على أبيه بالموت، هذا غير صحيح. وتسمية الأبناء أو التكني بأسماء الآباء سنة، فإن كنية نبينا عليه الصلاة والسلام أبو القاسم وأبو عبد الله، وسمى عبد الله على أبيه. وفيه استحباب التسمية على الأب الأدنى أو الأب الأعلى ما لم يكن في الاسم محذور. ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولد لي ليلة مولود فسميته باسم أبي إبراهيم، يعني إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا وأنبياء الله أفضل صلاة وأزكى سلام، وهذا في التسمية باسم أبيه الأعلى.
عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وهو ممن أسلم في مكة ولم يهاجر لأنه كان صغيرا مستضعفا، وهو المعني إلا المستضعفين من النساء والولدان. قال: أنا من المستضعفين من الولدان، وأمي من المستضعفين من النساء. قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا هم العبد بالحسنة. ما الهم؟ ما يكون في القلب وفي الخاطر ثلاثة أنواع. الأول العارض والخاطرة، الثاني حديث النفس، الثالث الهم والعزم. وكل هذه الثلاثة وين محلها؟ النية. محلها النية، أي القلب، فتحددها النية. أما العارض، ما يعرض على الإنسان والفكرة، فلا يثاب عليها ولا يعاقب. عارض. ومن الأغلاط الآن المشتهرة تسمية العقائد بالأفكار. هذا فكره كذا، هذا فكره ضال. لا، الفكرة ما عليها ثواب ولا عقاب، حتى تنتقل إلى اعتقاد توثق بالعقيدة. إذن يقال عقيدة ضالة وعقيدة صحيحة. لكن لما غلب الإعلاميون على أهل العلم باصطلاحاتهم وبعباراتهم الفضفاضة انساق وراءها الناس. حديث النفس تسمونها بالهقاوي، هقوة وهواجيس، ويروح يحدث نفسه أنه أغنى أغنياء الدنيا، يبدأ يجسم ويبيع ويشري ويبني ويهدم، يمكن يمر ساعة ساعتين وهو بهالخيالات. هذا حديث نفس. خص الله هذه الأمة فتجاوز لها، تجاوز لنبيها عليه الصلاة والسلام عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل. والعمل عملين: عمل قلب بالهم والعزم والنية، وعمل الجوارح أو تتكلم الكلام باللسان. النوع الثالث الهم والعزم، وهو هم القلب بالعزم على هذا الفعل ونيته، فهذا الذي رتب فيه الثواب. فإن هم بالحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة، وهذا الهم يعلمه الله وقد أعلم به ملائكته الكتبة الحفظة، فيعلمون هذا الهم بالعلم الغيب الذي أوحاه الله إليهم، كما في آية الجن في آخرها: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول. ورسول هنا نكرة تشمل رسول من الملائكة وأولاهم الكتبة الحفظة، والرسل من بني آدم عليهم الصلاة والسلام جميعا. فربما بلغت نية الإنسان بهذه الحسنة فضاعفها الله له بمضاعفة همه وعزمه وقصده ونيته. فإذا هم بها ثم عملها ضوعفت، وأقل المضاعفة كم؟ 10 إلى 700 إلى أضعاف كثيرة. صورة الفعل واحدة: صلاة، صدقة، بر، إحسان، لكن الثواب متضاعف ومتفرق بهذه المضاعفة. ما الذي يفرقه؟ أمران: الأول النية والقصد، والثاني حسن العمل بإصابته على وفق الهدي المشروع. وإذا هم العبد بالسيئة، الهم عزم القلب، ولم يعملها كتبها الله عز وجل له حسنة. هذا على إطلاقه جاء مقيدا إذا تركها من جراء الله، ترك ما هم به من جراء الله كتبت له حسنة. أما إن تركها خوف من الناس أو من غير جراء الله، فظاهر الحديث أنها لا تكتب له شيء. فإن هم بالسيئة فعملها،
إذن عنده هم وهو العزم وقصد قلبه ونيته، ثم عمل هذه السيئة، هم بسرقة، بظلم، بكذب، بغيبة، ثم عملها، كتبت عليه إيش؟ سيئة واحدة. والسيئات لا تضاعف وإنما تفخم باعتبارات، من اعتبار تفخيمها الزمان الفاضل، ومن اعتبار تفخيمها المكان الفاضل. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، ومن اعتبارات تفخيمها شرف العبادة. وتأملوا في الحج، جمع الله فيه بين ثلاثة أنواع من الشرف: شرف الزمان، وشرف إيش؟ المكان، وشرف العبادة في الفعل. فهذا تفخيمها. ولهذا قال جل وعلا في آية الحج: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. من عزم على إلحاد في الحرم وعلى ظلم في الحرم ولو كان في أقاصي الدنيا لناله وعيد الله أن يذيقه العذاب الأليم. فهذا فيه المؤاخذة على ماذا؟ على الهم. وهذا لفظ خاص مع الأمر العام، وهو أن الله لا يثيب، لا يعاقب على السيئة إلا عند عملها، إلا خصوصية الحرم. وقد يتضاعف السيئة إذا احتف بها من الاستهانة بنفس السيئة وعدم مبالاة بها، أو استهانة بوعيد الله وتهديده، تفخم بهذا الاعتبار فتكتب له سيئة واحدة. وهنا مسألة مهمة، وهو ويل لمن غلبت آحاده عشراته. إذا جاء وقت الحساب والموازنة بين الحسنات والسيئات، وإذا آحاده أي سيئاته أكثر من عشراته أي من حسناته المضاعفة، وش يدل؟ على كثرة ذنوبه وقلة عمله الصالح. ولهذا الميزان يوم القيامة يزن العامل ويزن العمل ويرجح بين السيئات والحسنات. فويل لمن رجحت سيئاته بحسناته. والحديث يدل على ما بوب عليه المصنف من أمر شأن النية في إخلاص العمل وتحقيق قصد الله به. ومن قصد الله بالعمل أن يقصد ثواب الله وما رتبه من النوال، هذا من قصد الله عز وجل بهذا العمل. ولهذا يعبر به العلماء أنه قصد الله والدار الآخرة، أي رجا ما عند الله سبحانه وتعالى من الثواب ومن المضاعفة ومما يحسن به جل وعلا إلى وليه. نعم. وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت. هذا عاد حديث طويل لكن خاتمة الباب. أي نأخذه ولا طولنا على الجماعة؟ باقي يسرع الوقت شوي. طيب بيكتي. هذا حديث طويل، تبون نأخذه؟ قصة. نقص قصة؟ أقول قصة. هو قصة. نعم، في الثلاثة الذين أطبق عليهم الغار. تسلم. وعن أبي عبد الرحمن. وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار فدخلوه، فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. قال رجل منهم: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فنأى بي طلب الشجر يوما فلم أرح عليهما حتى نام،
فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين، فكرهت أن أوقظهما وأن أغبق قبلهما أهلا أو مالا، فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر والصبية يتضاغون عند قدمي، فاستيقظا فشربا غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة، فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج منه. قال الآخر: اللهم إنه كانت لي ابنة عم كانت أحب الناس إلي، وفي رواية: كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فأردتها على نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين، فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت حتى إذا قدرت عليها، وفي رواية: فلما قعدت بين رجليها قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي، وتركت الذهب الذي أعطيتها. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. وقال الثالث: اللهم استأجرت أجراء وأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب، فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال، فجاءني بعد حين فقال: يا عبد الله أدي إلي أجري، فقلت: كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق. فقال: يا عبد الله لا تستهزئ بي، فقلت: لا أستهزئ بك. فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. متفق عليه. اللهم صل وسلم على رسول الله. هذا حديث عظيم، حديث جليل، فيه جملة من الأحكام والحكم. فراويه أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمرو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه العدوي، وهو من خيرة شباب الصحابة. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم في غيبته لأخته حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها، قال: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل. فأبلغت حفصة أخاها عبد الله بهذا فما ترك قيام الليل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: انطلق 3 نفر ممن كان قبلكم، 3 نفر، وهؤلاء من أهل العلم والصلاح. كيف عرفنا؟ من سياق حاله ودعائهم وتوجههم. ممن كان قبلكم، من يعنى بهم؟ الغالب أنهم من أهل الكتاب، فكثيرا ما كان يضرب النبي صلى الله عليه وسلم بهم المثل في العبرة بالعمل وبالصبر على الأذى. وها هنا نكتة، أنه لا يصح مذمة أهل الكتاب بالإجمال وبالإطلاق، فإن الله عز وجل يقول في آية آل عمران: ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة، وإنما الذم لكفرة من أهل الكتابين قبلنا. وكان يذكر عليه الصلاة والسلام لأصحابه هذه الأمثلة في أهل الكتاب في صبرهم على الطاعة والعبادة، والله جل وعلا ضرب به المثل كما في الفتية الذين خرجوا في غابر الزمان، تقرؤون شأنهم في أول سورة الكهف، ترى ما يتجاوزون 16 في كلام جمهور المفسرين. هؤلاء 3 انطلقوا في سفر، فآواهم المبيت إلى غار، قيل إنه نزل عليهم مطر، الروايات يفسر بعضها بعض، فدخلوا غارا ليكنوا منه من المطر، فجاءت صخرة على فم الغار فسدته، حاول الخروج فعجزوا،
فلما انقطعت حيلتهم بأنفسهم وحيلتهم بالناس لم تنقطع حيلتهم بالله جل وعلا، فقال بعضهم لبعض، هذا مما يدل على علمهم وعلى صلاحهم، إنه لن ينجيكم مما أنتم فيه إلا أعمال صالحة عملتموها لله عز وجل. فقال الأول: اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران. وذكر هذا الوصف لأن الشيخين الكبيرين أحوج ما يكون إلى رعاية ابنهم، أما لو كان نشيطين ما هو بحاجة لها الابن. وعنوان الزمان هو عنوان العقوق، العقوق من الأبناء إلى آبائهم، وهذا العنوان لفساد الزمان بفساد أهله، فيه قوله عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يصل الرجل زوجته ويقطع أمه، ولا أراكم إلا سمعتم هذا أو رأيتمه، ولا تقوم الساعة حتى يصل الرجل صاحبه أو صديقه ويقطع أباه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. شوفوها في عيالكم، لا صار عنده روح تمعها السملق اللي معه، معها الشباب، مع الحلقة، وهم أهل صلاح، وأمره أبوه بأمر قال: لا، بروح مع ربعي. خاطره تعلق بماذا؟ بإمتاع نفسه. وأظن أن الدنيا سلف دين يا أخواني، ما سويت سوي بك، بروا آباءكم تبركم أبناءكم. وكنت أرعى عليهما ولا أغبق أحدا قبلهما. الغبوق هو طعام العشي، وهذا غبوقه حليب لبن من مطاياه. فرحت عليهما وقد نام. الرواح الرجوع، لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو إيش؟ خماص، وتروح أي ترجع بطانا. قال: فحلبت لهما غبوقهما فجئت وقد ناما، فلبثت حتى طلع الفجر. إن كان ودكم أنه واجف ولا قاعد، لم يقدم على والديه أحد، لا نفسه ولا ولده، وهم يتضاغون تحته بكاء من شدة الجوع، ولا أهله، حتى بزغ بازغ الصبح فقام فأطعمهما الغبوق. لو عزل من هذا الغبوق شيئا يكفيهما، ثم سقى نفسه وأهله وولده، عليه ملامة؟ ما عليه ملامة. لو أيقظهما حتى يطعم، عليه ملامة؟ ما عليه ملامة. ما الذي منعه من هذا وهذا؟ منعه من هذا وهذا كمال بره بأبويه، هذا اللي منعه، ما أراد أن يكدر عليهما نومهما وهما شيخان كبيران، وما أراد أن ما طابت نفسه أن يقدم على والديه أحد. والحين الطيب يجيب لأمه لأبوه خدامين يخدمونهم، حتى هو ما يخدم أباه ولا يجعل زوجته تخدم أمه. هذا الطيب الحين في زماننا، ما هو بذا الواقع؟ زمان كأهله وأهله كما ترى. ثم قال: اللهم إن كنت تعلم، شوف هذا واثق من نيته وقصده، ولهذا أضافها على علم الله توكيده، أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك، لا ابتغاء مدحة ولا ثناء ولا بيض الله وجه فلان وسود الله وجه علان كما هو شعار أهل الزمان، همه المدحة والهياط والرياء. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. ابتغاء وجهك هذا الشاهد،
أي عمل هذا العمل يريد منه قربة من الله ونوال الله وثوابه، لا نوال وثواب غيره. قال صلى الله عليه وسلم في مرجة الصخرة في رواية في صحيح مسلم: وإنهم لينظرون إلى السماء لكن لا يستطيعون الخروج. من اللي حركها؟ ربي جل وعلا. قبل وسيلة هذا بعمله الصالح. ما عمله الصالح؟ أنت كمال البر، ما هو بأصل البر، كماله. قال الثاني: ولله دره على ما قال. اللهم إن كانت له كانت لي ابنة عم وكنت أحبها كأحب ما يحب الرجال النساء، أو أشد ما يحب الرجال النساء، يعشقها من قطع قلبه عليها، ولا تحل له لأنها تحت زوج غيره. فأصابتها السنين. ما السنون؟ الحاجة والفاقة العظيمة. فجاءت إلي فقالت: إيه ابن عم أعطني. جاء في رواية أخرى: قلت: نعم على أن تمكنيني من نفسك. قال: فأبت وولت ولها زوج وصبية. فاشتدت حاجتها فقالت: إيه ابن عم أعطني. قال: فأعطيتها كما في الرواية ها هنا 20 و100 دينار. شوي ولا واجد؟ ذهب، 120 دينار ذهب، على أن تمكنني من نفسي تحت ضغط الحاجة والفاقة. قال: فلما صرت بين شعبها الأربع، بين يديها ورجليها، رجل في عنفوان شبابه وقوته، مع أحب الناس إليه، ليس معهما أحد، وبين شعبها الأربع بلغت الشهوة مبلغها، بمن خوفته؟ بالعار، بالشنار، بالشرطة، بالهيئة، بالإمارة؟ أبدا. قالت: يا عبد الله اتق الله ولا تفضل الخاتمة إلا بحق، ما أحلك، أنت قهرتني تحت وطأة الحاجة. فأخذت منه هذه الموعظة مأخذها. قال: فقمت عنها وتركتها وما بيدها، ما تركها إلا لله، ولهذا توسل بها إلى الله: اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، إن كنت تعلم، لأنه واثق من قصده ونيته. فتوسل إلى الله بعفته عن الفعل الحرام مع تهيئ ذرائعه وأسبابه له، فقبل الله وسيلته، فتحركت الصخرة إلا أنهم لا يستطيعون الخروج. ثم توسل الثالث إلى الله بأداء الحقوق لأهلها في زمن أنت فيه المحاكم والشرط والنيابة من هؤلاء الظلمة الذين أكلوا حقوق غيرهم. تأملوا في قضايا المحاكم، أكثرها في هذا الباب، أكثر قضاياها القضايا الحقوقية، يحسبونه هينا، والذكي والألمعي هو اللي ما شاء الله غلب الناس وأخذ منه، ما يدري المسكين أنه يجمع على ظهره أوزارا سيفي بها غصبا ورغما عنه، إن لم يكن في الدنيا ففي دار أخرى. هذا عنده أجرة عمال هو أرفع منهم، وما أكثر من يقهر عمالهم، لأنه سعودي، لأنه مواطن، لأنه غني، وهذا المسكين صاحب حاجة. أعطى كل أجين أجره إلا واحدا منهم ذهب ولم يأخذ أجرته. ترى حتى لو ذهب ما هم معناها أنه حلال بلال لك، والله هو اللي ما أخذ أجرته، ولو تبقى دينا في عنقك. ثمره له كما في الرواية، في
الرواية الأخرى فنماه له حتى صارت هذه الأجرة اليسيرة 4 أودية، هذه بنوكهم، واد من الإبل، واد من أين؟ من البقر، واد من الغنم، واد من الرقيق، يدل على أن مكانه وين؟ حول النهار، لا حول الأنهار، حتى صارت له الأودية 4، أي صار له مالا عظيما. قال وإنه أتاني بعد حين، في الرواية التي سيقراها الشيخ عليكم، في رواية أتاه بعد مدة طويلة فقال يا عبد الله أتعرفني؟ قال نعم أنت الأجير الذي عمل عندي، ثم ذهب ولم يأخذ أجرته. قال فاتق الله، خوفه بالله، ما خوفه بالحقوق والمحاكم ولا بالعار ولا بالقبيلة، اتق الله وأعطني حقي. قال أترى ذاك الوادي من الإبل، وذاك الوادي من البقر، وذاك الوادي من الغنم، وذاك الوادي من الرقيق الذي يقوم على هذه البهائم أودية؟ قال نعم. قال خذه فإنه حقك. قالوا فتبسم، قال اتق الله ولا تهزأ بي، لا تلعب علي. قال والله لا أهزأ بك. فذهب فساق ذلك كله ولم يدع منه شيئا. قد يقول قائل طيب هذا نماه وثمره واشتغل فيه، وين حقه منه؟ حقه ما أكله، بما يسمى الآن في عرف الفقهاء واصطلاح القضاة أجر مثله. أما أصل المال ونماؤه لمن؟ لصاحبه الأصل. ثم قال وهذا الشاهد منه للباب اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك لم أطلب مدحة ولا ثناء ولم أطلب قربة بهذا العمل لغيرك، وإنما ابتغاء وجهك، هذا أمر النية والمقصد، فافرج عنا ما نحن فيه. قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم فانفردت الصخرة وخرجوا يمشون. وأفاد الحديث فيما أفاد أن القرب الخالصة لله جل وعلا أنها سبب لتفريج كرب الدنيا، القرب والعبادات الخالصة لله سبب لتفريج كرب الدنيا، فما بالك بأجر الله المؤخر والمؤجل يوم القيامة. وأفاد الحديث بالإفادة غير المباشرة بالحذر من ظلم عباد الله والتعرض له، والحذر من ظلم الصالحين وقهرهم، وفيه فضل كمال البر وعظيم نواله وثوابه من الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث في مبداه وفي منتهاه على شأن النية والقصد والعزم في القلب، ما هو؟ أين محركه وأين اتجاهه؟ فإن كان اتجاهه وتعلقه بمن على العرش استوى فيا سعد صاحبه ويا حظه، وإن كان اتجاهه يمنة ويسرة لكثير أغراض الناس فهذه والله هي السوءة. والحمد لله أننا في ساعة مهل، نيتك يدها مفتاحها بيدك وتوجيهها بيدك، فوجهها لله وأبشر بثواب الله، فإن وجهتها لغير ذلك فليس لك من الدنيا إلا ما أردت. وفي هذا الآية في أوائل سورة هود من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، هذا لفظ عام، أراد المنصب، أراد الجاه، أراد المدح، قصد الثناء، الراتب، الرتبة، نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، ما ينقصهم شيء مما أرادوا من أمر الدنيا. فإذا كان هذا في القرب والعبادات جاء الوعيد الذي يأخذ بقلوب المؤمنين أخذه، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، لأنه ما عملوا لله، ما عملوا لله جل وعلا، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها، حبطت أعمالهم لما أرادوا بها غير الله. هذا في القرب.
ونسأل الله أن يحفظ علينا ديننا وأن يصلح نوايانا ومقاصدنا ويجعلها خالصة لوجهه لا حظ فيها لأحد غيره كائنا من كان لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وجميع المسلمين. نكتفي بهذا القدر ونقف على باب التوبة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.